قبل قد ايه ما قدمه كنت بلعب والاخوه المصابين دي وقدمه الراجل ده احنا من سنتين امير واحمد سافروا له البرتغال علشان يتعاقدوا معاه قبل كابتن زفت ده كابتن زوجه مش كابتن بيلهم وقول لي الراجل ده حسن شحاته بقى لم نفسك قرفنا منك قرفنا مش انت مستضيفه امبارح هنتكلم دلوقتي في قله الادب اللي شغاله 24 ساعه اعتذر بمنتهى الادب والاحترام وعلى فكره فلوس هذا الرجل القديمه لسه لغايه دلوقتي موجوده في حسابه في البنك بس زادت عشان ايه؟ من 2016 فالفايده بقى ناخدها احنا حقنا اللي محدش قدر يمد ايده وياخدها لان ده حقه. امير قدمه وبعدين تقول لي العقد كنت قد ايه ومدته قد ايه والاخوه اللي معاه وجنسيتهم والبوزيشن بتاعهم بس قبل ما نقدم بنشكر اسامه لبيب اللي تحمل المسؤوليه في اصعب الظروف. هو ده ابن الزمالك المحترم. اما الباقي اللي بيقطع والبطل الشغال اللي في احد سخن هنا واللي عنده مركز نيوان واللي بقى خايف عنده شركه ايه بقت حاجه تقرف فين النجيب؟ كله هربان. وبدل ما اقول اسامه برافو عليك ماتشين مهمين في الدوري انت عديت بيهم لا اصل اسامه غلط وانت بل امك انت عرفتوه بصراحه عرفتوه انت مصيت لا من هناك ما تقول يا حسن انت بتاخد كام في الحلقه بتاعتك دي 750000 جنيه عشان الزمالك